السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كنت أولا طبعا كل سنة وأنتم طيبين، بمناسبة النهاردة 1 ذو الحجة. ثانيا، شفت إن في بعض الزملاء محتاجين شرح الكونسول أبلكيشن، فالنهاردة هنتكلم عن شرح الكونسول أبلكيشن كحاجة مختصرة كده. هنفتح الفيجوال ستوديو، نيو بروجكت، ويندوز، كونسول أبلكيشن. هبدأ هنا بالكود على طول عشان منضيعش وقت. الكونسول ده طبعا بالنسبة لللاين ده، اللاين ده خاص بكلاس عندي، ببعت له الكلر عشان أغير الكونسول أبليكيشن أو اللاينز بتاعتي. نقول هنا كونسول، أوكي كونسول دوت رايت لاين. هنعمل شكل جدول كده ظريف، واكتب هنا this is my rest program. تمام، هاجي هنا أفصل اللاين بين الفقرتين، وهعمل نفس الموضوع اللي بتاعته هنا. أنا مثلا ريد وهكتب اللاين ده، وهاجي أكتب هنا نعمل لعبة ظريفة. You have only 3 trails. أنت عندك 3 محاولات فقط على الإجابة بتاعتك. وهنفصل كمان ده فاضي، وبعد كده نعرف متغير then end trail is integer equal to مثلا متغير 1. وهعمل color تاني مثلا هنا بلو، واخد نفس الفقرة دي اشرحها تاني. هكتب هنا this is trail number and اشرح هنا دي ام اي ام دي ام. هسمع من هنا انت this is serial number، وقول رقم المحاولة اللي انا فيها. هاخد نفس اللاين ده 3 كده نفصل بيهم، وبعد كده اخد الكولر تاني واجي هنا هنا واجي هنا اوكي. وبعد كده اجي لاين او جديد واقول هنا what is your name. is your name. حلو، اعرف متغير then x is integer equal 0. اقول طبعا ده وقتها ما عرفت هنا ليه، خلي كل المتغيرات كده تحت بعض. برضه نعمل حاجة هنا تاني then
بوت name has string وهنا input name equal config dot read line. بس نعرف بعد درجة ال name هقول هنا if input إن الـ import name equal دي مثلا اسم أسماء then console dot write write line اكتب هنا you are welcome وبعرف ان المتغير بتاعي اكس هيساوي واحد تمام. وفي نفس المرحلة دي يبقى انا كده المفروض ان المرحلة بتاعتي عدت. يبقى ممكن اعمل هنا success وهنا دول success. في الحالة دي لو انا الاسم بتاعي طلع مظبوط. طب لو طلع غلط else هعمل حاجة زي كده اخد ديكور من قبل واجي هنا اقول وبعد كده هعمل طبعا كونديشن ان انا عندي ثلاث محاولات. طبعا اقول هنا اف انا الانت تريال ايكوال ثلاثة. هعمل هنا حاجة تانية اسمها فيل وانا مش هعمل منها ليه. اقول هنا جوجل فيل اكتب لو إلس وهي لسه المرحلة مثلا الأولى أو التانية. هعمل هنا next trail عشان أقدر أعمل اللوب بتاعي تاني. هاجي هنا go to next trail وهقول هنا end بس عشان كل مرة بيزيد بواحد. حلو. هنيجي هنا أول حاجة ممكن برضو نغير اللون بتاعي وأغير الأبيض. هنيجي عند الفيل هنا وأغير اللون ده نخليه بينك مثلا وهنا يو ار فيل ان تريالز. نكتبه هنا باد لك. هاجي هنا عند success هقول حاجة تانية if ان ال x equal 1 يعني هنعرض ده كده كله هنقول هنا green you are success in trails well
نجرب ونشوف هل ممكن هنا برضه نعمل حاجة ظريفة جدا. نقول هنا كونسول دوت دايت لاين بريس اني تي كونسول دوت كونسول دوت ريد تي. بعد كده هيقفل البرنامج لو حصل في اي مشكلة. ممكن ران اف 5. حلو بيقول لي this is my first program, you have only 3 trials, this is trial number 1, is your name, قلت له محمد, you are fail in trial, try again, this is trial number 2, علي برضه you fail in trial, this is trial number 3, اقول له هنا ماجد, قال لي you are fail in trials, bad luck. اوكي يبقى كده مظبوط. طب لو جربنا كده من اول مره, what is your name, قلت له my name is اسماء, you are success in trial, well done, press any key to continue. اتمنى ان شاء الله يكون الشرح واضح, ويا لو في اي استفسارات اشوف تعليقات عليها. اشوفكم, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.